صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 17 لسنة 2018 بتعيين وكيل مساعد في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يعين السيد خالد ربيع حسين علي وكيلا مساعدا للمناطق الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة